عايزين نعرف النهارده سر مشاركتك في فاشن شو بهي. اهلا بيكي. طبعا بهيج حسين فاشن ديزاينر، ما ينفعش اي حد يفوت الفاشن شو بتاعه. بهيج حسين المين سبونسر بتاعي مس ايجيبت، وفي نفس الوقت ما حدش يقدر يفوت الدريسز بتاعته. ايه رايك النهارده في فكره الفاشن شو ان هو عايز يحيي موضه الاربعينات والخمسينات، موضه سعاد حسني؟ يعني ايه رايك في فكرة ممتازة، لأن فعلا الفساتين دي أو الزمن ده كان أحسن فساتين كنا نقدر ننزل بيها في أي وقت. فساتين سيمبل وفي نفس الوقت حلوة بتشد كل الناس، فأنا شايفة أن دي أحسن فكرة وفكرة جديدة. لو رجعت الموضة دي تاني تلبسيها عادي وتنزلي بيها وتروحي؟ آه طبعا ألبسها وأرجع تاني لأنها أحسن موضة أعتقد. يعني شايفة الموضة بتاعت السنة دي الصيف 2018 ايه رأيك فيها وايه ابرز الحاجات اللي شدكي؟ انا لسه بصراحة ما شفتش ولا يعني ولا فاشن ديزاينر السامر كلوبس بتاعته، لسه ما شفتهاش.